يكون متول. عملت فوفيلاج غادي نشد هاد المسائل هكذا ونحيد باتروناج ديالي هذا نعملو عليه جوج على هاد الشكل. اذا هذا عندي راه حرير يعني شي حاجه اللي رطبه يمكن تحرق. غادي نشد عليه هكذا ونحل مزيان لا بليور ديالي على جوج. اذا نص يمشي ليه ونص يجي لعندي لهنايا. غادي نشد الحديده ديالي لهذا الشكل ونحل. اذا درتو بلون مختلف يعني درت هذا بالكحل وهذا بالكولور باش تفهموا شنو راني نعمل. عندي في هذا لون بيسمون راه درتو على 4 على هذه الرقعه درتها على 4 على هذا الشكل. ها هي. اذا غادي نمشي نخيط لي بينس ديالي هادو دو مورسو. اذا هنايا صلحتو انتهيت منو. غادي نمشي ندوز لي بينس ديالي. دابا الان انا راه مخيط لي بينس ياك باينين واضحين. اذا مخيط لي بينس. لي بينس ناقشناهم وناقشناهم باش نسرع شويه في الدروس. غادي نعمل كرانه هنا. اذا غادي نعلم ندير هاد العلامه هادي وغادي نشد هذا على هاد الشكل. شوفوا معايا مزيان. اذا اسامه شوف هاد الشكل. غادي نعمل هكذا هنا وحددنا الحديده ديالنا هذا الامام. اذا هذا هو اللي الداخل ديال التوب ديالنا. غادي نشدو الشكل. اذا هنا بليو ديالي كما راهي هذا الامام. غادي نشد لا بروميير بارتي ديال هادي هانتوما نجيبها على الموليه على هاد الشكل كما قلنا. غادي نشد الكرانه اللي عملت من هنا لهنايا وغادي نشد نخيط من هنا ونروح نخيط على هاد الشكل. اذا غادي نخيط ونجيب لكم. دابا عارفين نتوما شنو غادي تخيط. وديما نحوس على الكرانه. ها هي الكرانه خاصها تجيني في الميليو ديال هاد الخياطه هادي وتجيني هاد البلات هاد البلي بلا على هاد الشكل. تانا رانا مرانيش نكملها هانتوما السلسلة لا بغونتيغاكليتيغ و السحابة راكم عارفين كتخدموها. نهز الطرف الثاني هانتوما كتشوفوا على هاد الشكل راح نقلبها هكدا او منقلبهاش كاع. نعمل الطرف الثاني هذا الطرف الثاني هو باش غادي نكارني نعمل له حتى هو في الميليو نفس الشيء كرانه على التنوره ديالي. شوف هذا الشكل وهذا الشكل من هنا. غادي نشدها ونخيطها بهذه الطريقه. علاش؟ باش يبان لي الخياطه الاولى باش ما تجينيش باينه على برا. هادي لا دوزيام بارتي. عندي جوج لي بارتي باش يطلع لي داكشي مكارني. ونقي ونبات. اذا غناخد هذا ونرازي هادشي اللي كان هنا باش ما يكونش عندي الوسخ ونشد ونعمل ديكرونت على هاد الشكل باش يجيني سوبل يعني مرتاح لحقاش هادي غون. اذا نروح نشوف كي طلعت ليها
شديت وخيطت هذه هي الاولى هذه هذا الشكل يعني هذا الشكل خيطت هذه هي الاولى وعاد قلبتي خيطتي جوج خيطت هذه هي الاولى وعاد قلبت هكذا وخيطت هذه دابا نشوفوا شنو غادي تعطينا إذن هي عطتنا على هذا الشكل الا قلبت هكذا قد تكون نقيه هكذا غادي تكون نقيه إذن الامام انتهينا منه غادي نشوفوا الخلف الخلف منين غادي نخيط نحيد لي زيبانجل ديالي يعني عندي جوج طروفه هذه لا بارتي الاولى ها هي ولا بارتي الثانيه هي هادي باش يكون عندي كل شيء واضح هادي زون بيسمون ديالي على هاد الشكل اللي هما على شكل أربعة ديال الطروفة نخيط على هاد الشكل غادي نشد الموديل ديالي على هكدا ونخيطو ونفس الشيء اللي هنايا غادي نشوف اللي صغيرة اللي كبيرة هي اللي غتكون هنايا إذا غادي نخيط هكذا غادي نعمل هكذا الكبيره مع هذه اللي محفوره غادي نجي ونخيط هكذا ونفس الشيء الى هذا غادي نخيط هذا اللي مورسو هذا على هذا الشكل اذا نتوما غادي ديروا فوفيلاج ونتمنى ما تكونش غلباتكم من الماكينه زعما يعني راه قدينا شهر دابا خيط هذا غادي نقلبو على هذا الشكل ونشد هذا على هذا الشكل وندخلو بهذه الطريقه من هنايا ونخيطو كما عملنا اذا خيطو على هذا الشكل راح نقلب نشوف اشنو عطاني نشوف اشنو عطاني ها نتوما ولا حليت هذا على هذا الشكل درت لهم هكذا رديتهم بجوج قلبتهم هكذا عاد خيطتهم من هنا وها نتوما غادي تشوفوا ملي غادي نرد هذا هكذا ونرد هذا هكذا غادي يكون عندي ول ومن هنا نتيول ونفيني شتو اذا نفس الشيء غادي نديرو لا بارتي ديال الخلف الثانيه هما الخلفه بجوج حطيت الخلف على الخلف كيف ديما كيف القاعده دابا اعتبروا هاد لي زون بيسمون ما كاينينش وحطيت هادو نيشان غادي نجي نخيط حتى لهنا والرصه باش ندير هنايا السنسله ديالي اللي معتاده باش غادي ندير السنسله ديالي السنسله كيبقى اختيار على حسب لي هونش من 20 18 حتى العدد اللي بغيتو بديت من هنايا باش انا يجوني هادو مع هادي كيف كيف هاد الخياطه اللي كاينه هنا تجيني موازيه ندير بوان داغي بحال هكذا ولا الفايبيان كل واحد كما كيسميه ونخيط بغيتي تخلي الفتحه خليها ما بغيتيش شغلك هذا ديالي هذا هو الخلف تاعي غادي نشد الخلف تاعي بحال هكذا ونحط الامام عليه على هاد الشكل نحط الامام وغادي نخيط لي كوتي ديالي هادو يجوني مقادين باش ما يجينيش الديفو نخلي شي واحد يلحق عليا الجانب الثاني الجنب الثاني او الكوتي الثاني السنسله ولا سانتور في الدروس الاولى راه عطيتها لكم غادي نحيد انا دابا الفوفيلاج ديالي ديال لابلي اللي عملت هي على هذا الشكل اذا هذه هي التنوره ديالي على هذا الشكل شوفوا كي دايره هنا ما تجيبوش خياطه مزقله كي جبتها انا غير عطيتكم درس تجيبوها بحال هذه الا جبتوها دايره بحال هكذا ستان ديف او الا درتيها هكذا ديري في نفس الكوتي هكذا سي بور لا ديكوراسيون ايان دو بلوس اذا المسائل واضحه اذا الى اللقاء وكنشكر جل التلاميذ نتاعي ديال المدرسه الرقم 2 ديال عالم الخياطه والى اللقاء.